بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صنك إلهي وحينا لي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صنب الله إذنك واجبي علي سيد الله واجبي علي كوي إذنك إذنك هرري حالي إنه واجبي علي مع عقابة وإنت الله إن عقابة دمك الله إن قمر يميه ميا إلهي آيات كدنبه وحلي يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرة. إلهي وحيدين للربين ونلش بايدين فضايديو صوك بوح الله يدين فري إن لش يدين فضودات تبا للي عليسنا الرب يدين لمربه إذن صوك عليسكم اجرو هدي سيدي الشرعي وشاقين الله سمعين أيو وحي إلهي من فري سببت وامحي لعلكم تتقون إن منزلة التقوى قادان أسل العبادة با منزلة التقوى بيكو قارسيسا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بإلى إلي وارضضوا ربكين عابدا إذنك إذن أبو ريكو إذن كهر ريبا محاو عابدا لعلكم تتقون كي تتقوا. هذا با أيها الأحبة وحينو باهن رمضان اللو ديار قروبه منافقين تكهر دي دقالك إذا بتنعد ردارك النبي قول يم دقال كي دقال محل ده تبوك مركي له بحيي تبوك ودولة وين بعد دقال قالوا هرتقي ودولة الرومانس كي يدك رأس سنايا وقت قنا وقت كل البوها ووقت كان خليج كأربعين هي خمسين وكذا عن يعني وقت السمرة حاجة يبي هاي ده بتنا بالوقت كده دونه ولا هالوين يا حاجة marka ragi daacada ay ka ahaydna way u diyaar garoobeen inay lugta iyo wuxuu fuuli lahaa iyo bisha siduu socon lahaa. Kuwii waxay fuulaan waayeen mu'miniinta ahaa waa kuwii nabiga u yimi iyagoo ooyoola ilaahay rasuulkiisa waxna saar ma haysano geel iyo farda iyo waxaanu fuula toona ma haysano inaanu ka hadhnana ma rabna waa kula dagaal galayna ee waxaanu raacnana saar qolaha jirtay munaafiqiin oo iyagu maadaama noloshu ay adkaatay حاجة كلام مركّل لقى جنا ووقتي قاعد تمرتو بسلاطه وبيره إلى هايين عربتو وقتي أسيو بسلاطه مركّل أنا ما كن منافقين تهيجو مرمرسية يسميانه ويهارين إلهي وقد يدو ذكور رمي بوحولي ولو أرادوا الخروج لا عد له عد بايلهيري هداي مركّه ربا إرادة دوني تان هدو شرينا ربانينا يبحان ويودي يرجروب لهاين بايلهيري سبحانه وتعالى الديار لا أنت وحاية المام يسا إن أنا الربين محي إن أي بحال هذا بس صوم كوي هلا حبة وحين أقرب الديار جرو وحين أقرب الديار جرو إن أي نود ديار جرو نو منزلة دي الله قط على جلي قف كمؤمن كأصوم كوي إن أي جارسيس إن أي نجارسيسه سيدا أوجد أي سلف الأمة مرق رمضان تسود وتو كفر حجرين تسان وفر حين بقفك مسلم كهاي ركن أركان تيسي دين تأبا قصص صعده سوما يروي سنين إسلام كوبين وشر ركن كتير سيئ شان أصله وأوين بولي شان تأصل محاكم دها الشهادة ده هي الصلاة هي الزكاة هي ثاني حج إذن ركن كم ده أركان الإسلام كي مر قصص صعده قفك مؤمن كي ودي أرقربيا نبي محمد عليه الصلاة والسلام سحابة دي سووا بشارين شري حديثك الصحيح السنن النسائي كي لو النبي يقول لي أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. نبي يقول لك الصحابة الله أضليه رضوان الله عليهم أي نبغو صلوات الله وسلامه وحلي ورياده رمضان بايدين تيمو نبغو لي وبالبركة سنة رمضان وبركة سنة دم أنت إلهي وحيد كواجب يا ليمو نبغو لي صون الباباد الصمد أما الباباد الجنة والله فراع أبواب السماء والله فراع ماشينا لا أقبلية أبواب الجنة والله فراع يدل إن كل الرجالين أيه أبواب الجحيم أنا وأما جهنم أنا والله حدا
shaytaamada waaweyna idinka ka infogeynayo dhanna waa idinka qabanayaa bishaas baa la yidhi. Shayaatiintu waa ijaaza compulsory leaf baa la siiyaa kuwa waaweyn oo dhan, waa xidhan yihiin bisha tan iyana. Habeen baana ku jira buu nebigu yidhi, kun bilood ka khayr badan. Kun bilood cibaadadood waa intee? Waa dhowr iyo siddeetan sannadood. Habeen ka khayr badan baa jira oo bishan ka mid ah. Man xurim, qofka laga manciyey heli waaye khayrkeeda ramadaanta ama habeenka khayrkeeda qofka waaya, faqad xurim, kaasi khayr heli maaya baa la yidhi. Haddaba nebigu calayhi salaatu wasalaam waa bushaaraynayaa saxaabadii buu bushaaraynayaa, waxaan ugu bushaaraynayaa waqti aan waqtiyada la mid ahayn inuu soo socdo. Nimanka dujaarta ah ee seasonalka wax iibiya waqti kasta qalabkiisa iibiyaan, mathala markay ciidda rabaan inay wax iibiyaan, ciid gaaleed ama ciid muslim ha noqotee, ciidda waxa soconayo dhan bay soo diyaarayaan. Waxaan u arkaa waqti yar oo aan badnayn oo aada loo faa'iidi karaa inuu jiro, faa'iidooyin badan la helayo. Qofka muslimka ii marka bisha tani waa bilo aad u khayr badan, waa bilo qofka muslimkii maca allaahi jumlahu kula baac mushtaraynayo, waa bilaad dhalin karto dee dhowr iyo siddeetan sannadood baad habeen dhalin kartaa. Dhowr iyo siddeetan sannadood cimriga wixii aad cibaado samayn kari lahayd ayaa habeen ka mid ah ramadaanta aad samayn karaysaa. Idan waa bil aan waqtiga intiisa kale kuula mid ahayn. Saa daraaddeed qofka muslimkii wuu diyaar garoobayaa bishan weynideeda. Waxaa kuu tilmaamaya laba nin oo saxaabada ka mid ah ayaa soo hijrooday, dabeetana Talxa bnu Cubaydillaahi iyo saxaabigii la odhan jiray bay la degeen. Labada nin way jihaad galeen, markii ay jihaad galeen ayaa midii shahiidnimo qaatay, midkii kale waa laba nin oo soo islaamo islaamnimadoodu fiicnaatay oo nebiga la dagaal galay, mid baa dagaaladii shahiid ku noqday, kii kalena sannad kaluu sii noolaaday. Bishii ku xigtay ramadaanna waa joogo, waa dabeetana si caadi u geeriyooday. Talxa bnu Cubaydillaah saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi, riyaan arkay. Riyadu sideedaba qad takuunu xaqan waqad takuunu khusacbalaat. Yani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya nubunibadii waxa ka hadhay waxaa ka mid a maxay arru'ya saalixa. Markaa riyadu dhabna waa noqotaa baatil iyo iska dhadhabna waa noqotaa. Saxaabigana uu riyooday, wuxuu ku riyooday iyadoo jannadii ay gelayaan, dabeetana saddexda iyadaanu ahayn buu leeyahay, aniga iyo labadii nina kale. Labadii nina kale kii dambeed dhintay aan jihaadka ku dhimanin ayaa la yidhi soo gal, kiibaa la horreysiiyo horgalay. Dabeetana kii shahiidka ahaa baa ka dabagalay, anaa isyidhi galo adiga weli may gaadhin waqtigaagii baa la yidhi buu yidhi. Markaa wuu soo baraarugay, riyadii baa faaftay, nebigaa loo sheegay. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi, maxaa ula yaabaysaan? Waxay dhahay, ilaahay rasuulkiisiiyow, labada ninkii aanu islahayn de waa dadaal badan yee shahiidoobay, kii kalaa jannada ka horgalay. Dabeetana nebi wuxuu ku yidhi, alaysa qad makatha haada bacdahu bisana, oo kani miyaanu sanadka nolol dambeyn buu nebigu ku yidhi. Markaasaa la yidhi, haa waa ka nolol dambeeyey, oo miyaanu ramadaantii dambe isagu soo gaadhin buu nebigu ku yidhi. Haayo waa soo gaadhay baa la yidhi, oo sooma soomin oo ma salaadin oo masaajidkan kuma tukanaynin sannad buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Markaasaa la yidhi, haa famaa baynahumaa abcadu mima bayna asamaai waalardi buu nebigu ku yidhi. Xadiidka kan ibnu maaja soo warinaya culimmadana saxiixa ku tilmaamayaan, wuxuu nebigu leeyahay labadooda ajarkooda inta u dhaxaysa, cirkiiyo dhulka inta u dhaxaysa in leeg baa u dhaxaysa. Yacni ninkii shahiidnimada qaatay sanadkii hore kani muxuu kaga badiyey acmaashii uu samaystay sanadkii uu noolo ay ka mid ahayd uu nebigu leeyay, war ninku miyaanu ramadaan soo gaadhin aanu kaasi sii maqnaa, soo kani ma joogin buu nebigu leeyay, oo ramadaan daama tukanayn oo ma soomayn waa kan. Sida awgeed axaadiis badan baynu nebiga ka haynaa uu nebigu leeyay qofka ramadaan sooma
إيمانا واحتصابا. يسقوا إيمان هي احتصاب، يعني مؤمنا بالله سدبا ورميسا ومخلصا كل انت عمل كاسون كاسمية غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبك سهر على دافا ابو نبول وانك الصوم ومن قام رمضان ابو نبول انك هبيك رمضان استاغنا ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حدنا نبي وحولي ومن قام ليله القدر هبينك قهر كانك اسسيتا ايمانا واحتسابا سن ذنبك سهر على دافا تمعنا يدو حوينا ايها الاحبه رمضان وفرصة وتجارة رابحة بلا شك وتجارة إلهي إلا لبع مشترين أيه ومحلق لبع مشترين يا إلهي بالإيمان والأعمال الصالحة إيمان يعمل صوبا وفرصة قف كست أم مسلم ودم بكره الرا ودم بيسكره ويكره ومصفاة يعني وحمام روحية وملق قبيستو لقق قبيستو وحي ذنبي كصوغ علي إمسا إشادو وحن أركت إمسا دكتادو وحن مقاش إمسا عربكا وحن قهضي إمسا حسابي أون وحاصر ننقابك إلا يستقام ميري لها ويا سيدا أوقيت بو النبي محمد عليه الصلاة والسلام مالين بو ممر كفولة إستقال آمين 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 صحابة وحيدا ما كنت تصنع هذا إلهي رسولك سيوسان ما ديالي تشيريني ما أنت محاسة وكرني بمرقى مرقى تفولي سيسي عادي ومدو فولي جرتي لكن أنت حبط فوشينا دا آمين تلاهضو تكالفو يا آمين وآمين تلاهضو حقي محايس بدلي بي النبي قوي ديني يعني عليه الصلاة والسلام دبيتنا النبي قو حكوي لي جبريل با دعينا يا أمسان الآن هبارتمي أنا قنا آمين تانو لحابو النبي قولي نبي محمد يا جبريل محايس وقتكين منا ودعينا يا منا آمين ليهي نبي وحول عليه الصلاة والسلام جبريل بوحوله رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له رغم أنف وأنا يا عربتك استعماش سنكي ساب أوروبية على سبع الله ترى أفكا ونع أفكا ونع أبو ليهي نكي رمضان وصوغ شيء إيه هدنا الدم بقيس اللي نافي واي أفكا ونع أبو جبريل ليهي عرفت واسك هؤلاء مركز النبي محمدنا لي آمين جبريل بهدنا وحولي أفك هؤلاء نينك محي أكتي سلا يقول شجع نبي محمد وقت هذا أنت لو قش شجع عليه الصلاة والسلام كقص لي وياه نبي كقص لي تبتنا نبي قا آمين بكويلي مركز هذا وحولي رغم أنف عبد أدرك والديه وحدهما أفكه ودعه أفكه لبدي سي والد سو قاري أممد يعني قبوبي فلم يدخله الجنة فلم يدخل الجنة وجنة كوكالي وإي لبدي سي والد سما فالكي أحسان كو وصمين أيو كاسنا أفكه ودعه حديث كان نوحو تلماما يا صدح عمل وجنة لغو قالوه مدى والدك يا إحسان فالكودة مدى نوصل لك النبي عليه الصلاة والسلام كاكالنا ورمضان نما يوصوك الشيء وهدنا الدم بيجي سلا دافي واي يعني سدع دقف على هبار أيو مدى وانك النبي محمد كسلي واي مدى وانك والدك يوسم فالي واي كاسد حد وامحي قف رمضان نيوسوغ شيء رمضان نكرد ما تيسوغان ولدن بيجي سلا دافن يعني ما استفاد من رمضان شيئا رمضان نوح بك فائدين يعني ننك رمضان وحك فائد واي من حرم خيرها فقد حرم بنبي لي ليلة القدر يوحي لما ننك تا خير كيد لغا حرام يالا خير كيد واي كاس خير هل ما يبو نبي لي عليه الصلاة والسلام